قامت مديرية تربية المفرق من إدخال خدمة نظام الرد الآلي في مدارسها، وذلك للتسهيل على أولياء أمور الطلبة بالحصول على معلومات حول أوضاع أبنائهم الدراسية في أي لحظة وعلى مدار الساعة ودون المراجعات المتكررة إلى المدارس. بهدف الانتقال إلى عصر المعلوماتية واستخدام التكنولوجيا، كانت مدرسة المفرق الأساسية الأولى للبنين السباقة بإنشاء أول نظام للرد الآلي على مستوى مدارس المملكة، وبإشراف كوادرها التعليمية لإخراج المشروع الريادي إلى حيز الوجود. حضر أحد أولياء الأمور فكان منزعج انزعاج شديد جدا بسبب غياب ابنه المتكرر، فاكتشف أنه ابنه تقريبا 14 أو 15 غياب كما يذكر الأستاذ محمود وما عنده خبر، فكان رسالة عتب للمدرسة أنه ليش ما خبرتوني. فالفكرة اجت من هون أنه إحنا أوجدنا حل لهذه المشكلة عن طريق هذا النظام. هذا البرنامج يتيح لكل ولي أمر أن يتصل في أي وقت على مدار 24 ساعة أنه يعلم على ابنه إيش أخذ علامة، إيش أخذ غياب، إيش أخذ عقوبة، ما في داعي يجي على المدرسة. ولذلك هذا النظام أنا أعتبره الأول في الأردن، حتى أعتبره الأول في الوطن العربي، وأتمنى أن يعمم على جميع المدارس المملكة وعلى الجامعات. وتأتي المبادرة الجديدة لغايات بناء وسيلة حديثة ومتطورة للتواصل مع أولياء أمور الطلبة وتبسيط الحصول على المعلومات المطلوبة حول أوضاع أبنائهم الدراسية من حيث العلامات وعدد أيام الغياب وكل ما يتعلق بالطلبة من قرارات وإنجازات وعقوبات. يستطيع أي ولي أمر أن يرفع السماعة ويحادث المدرسة على الرقم الخاص بالمدرسة وهو 62-31-426، ثم بعد ذلك يأتيه الرد الآلي. إذا أردت أن تستفسر عن علامات ابنك فاضغط على الرقم 1، يستطيع الأب أن يستفسر علامات ابنه ويأخذ العلامات مباشرة، يوفر في ذلك الوقت والجهد على المدرسة وخارج أوقات دوام المدرسة. وكذلك يستطيع الأب أيضا من معطيات هذا النظام الذي قام بتصميم مجموعة نشيطة من المعلمين، معلمين في المدرسة الأساسية الأولى وفيهم يعني من الشباب الطموح، قاموا بتصميم هذا البرنامج حتى يستطيع الأب أنه يستفسر عن غياب ابنه فيأخذ رد رقم آلي رقم 2 فيدخله، وبعد ذلك يأتيه غيابات التي غابها الطالب، ثم بعد ذلك يستطيع أن يسجل رسالة صوتية إلى ولي الأمر، يستطيع أن يسجل رسالة صوتية إلى مربي الصف، وكذلك يترك رسالة صوتية لمدير المدرسة إذا أحب. ويأتي هذا النظام الجديد لغايات تسهيل عملية حصول أولياء أمور الطلبة على المعلومات حول أوضاعهم الدراسية وتحسين المستوى التعليمي والتربوي لدى الطلبة. يوسف المشاقبة، التلفزيون الأردني.